مريم عند الشعر باعتها الله تهل الأكوان رب النقي بصورة إنسان اتجسد فيك بشارة حلوة طارت بالعالم كله عطرة أم الله صارت هدوها وصلوا Oh.
المجد للآن وللن وروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا وأنت الإله، أهلنا أن نفرح بعيد ميلادك المجيد، ونشكرك ونمدحك ونسجد لك مع مريم أمك ويوسف صفيا، ونهتف مع الملائكة المجد لله في الأولى، وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر، فنسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. Thank you.
جلس عن يمين جلالتي في الأعالي فصار أعظم من الملائكة
من أسمائها. فلمن من الملائكة قال الله يوما أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وقال أيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. أما عندما يخلو ابنه البكر إلى العالم فيقول فلتشك له جميع ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. أما عن ابني فيقول عرشك يا الله بذهل الدهر، وصولجان استقامتي صولجان ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك إلهك يا الله بدون البهجة أفضل من شركائك. ويقول أيضا أنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات فنو يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلد وتطويها كالرداء، وكالثوب تتبدل، وأنت أنت وسنك لم يفنى وتستكمل لك دائما. Reading from the first letter of Paul to the Hebrews, God bless you. May God bless you in the years, amen. Brothers and sisters, in times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. These last days, He spoke to us through His Son, who made heir of all things, and through whom He created the universe, who is the refulgence of His glory, the very imprint of His being, and who sustains all things by His mighty word. When He accomplished purification from sins, He took His seat at the right hand of the Majesty on high, as far superior to the angels as His name was inherited, is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my Son, this day I begotten you"? Or again, "I will be a father to him, and he shall be a son to me"? And again, when He leads the firstborn into the world, He says, "Let the angels of God worship Him." Of the angels, He says, "He makes His angels wings and His ministers a fiery flame." But of the Son, "Your throne, O God, stands forever and ever, and a righteous scepter is the scepter of Your kingdom. You loved justice and hated wickedness. Therefore, God, Your God anointed You with the oil of gladness above Your companions. And at the beginning, O Lord, You establish the earth, and the heavens are the works of Your hands. They will perish, but You remain, and they will all grow old like a garment. You will roll them up like a cloak, and like a garment they will be changed. But You are the same, and Your years will have no end." Praise be to God always. لأنه كان من بيت داود وعشيرته
يكتتب مع مريم فطيمته وهي حامل. وفي مكانها هناك تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وكمطته واذعته في المجود لانه لم يكن لهما موضع حيث حلا. وكان في تلك الناحيه رعاه يقيمون في الحقول ويسهرون في هزعات الليل على مطعامهم. فإذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الرب أشرق حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله، لأنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم، تجدون طفلا مقدمة مرجعا في مسود. وانضم فجأة إلى الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: هيا بنا إلى بيت لحم لنرى هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مرجعا في المزود. ولما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم في شأن هذا الصبي. وجميع الذين سمعوا تعجبوا مما قاله لهم الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور كلها وتتأملها في قلبها. ثم عاد الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا حسب ما قيل لهم. The shepherds returned glorifying and praising God for all that they
God created us in his own likeness.
distinguish between good and evil. And God has given us the power to implement in our society a just order, a just order. What is wrong with us today? What is wrong with us today? And why can't we live in peace? Why can't we coexist in harmony? Why can't we give one another the necessary space for all of us to live in peace and harmony? Why? The reason is very simple. You look within yourself. You look within yourself. You see the answer to this problem. It is the presence of evil in us. It is this ego that we all have. Me, 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 me. If it's not me, it's hell. If it's not me, it's nothing else. This is the problem with us today. The problem is that we don't accept each other as other. We try to mold the other according to our own likeness and image. We try to make the other submit to us. God is inviting us today in the presence of Christ Jesus in our midst to live a life of righteousness, a life of justice, a life of acceptance, equality, and all these things that make us real human beings. Christmas is all about peace. It's all about this feeling of love, feeling of unconditional love from God to us all in Christ Jesus. I want to conclude my remarks today with this. God has loved us so much that he has given us his only begotten Son to give us life and life in abundance, life of peace, life of reconciliation, and a life of friendship with one another. This is the gift of Christ Jesus to us all. This is the gift of Christmas to one another. This is the best wish that we can extend to one another on this occasion of the birth of Christ Jesus in our midst. In my name, in the name of Archbishop Massoud, Deacon Father Tony Massoud, Deacon George Corey, Subdeacon George Fatou, Subdeacon Latouf Latouf, and all the subdeacons who are not with us this evening, I want to wish you all a blessed Christmas and the peace of Christ Jesus in your hearts. This is my gift to you, and this is my wish to you, that you will live a life of peace, prosperity, joy, and happiness all the days of your life. And I want to give you the secret to this. Invite Christ Jesus to be in your hearts and in your life. Finally, for us Maronite Catholics who come from the traditions of the East, the Syriac tradition, we understand incarnation or the coming of Christ Jesus as divinization. God has come into our lives to make us divine as he is divine himself. This is the gift. Reflect on it. Your lives will be changed forever. Eid Mubarak alaykum jami'an. Inshallah, we need Yeshua al-Masih, jibb al-salam ala qulubna, salam ala biyutna, salam ala bladna, salam li mujtama'na, wa khassatan bi tariqa khassa, salam li Suriya. سلام من اثنين، سلام من لبس، مطرح ما ولد يسوع المسيح، حروب وقتل ودمار، مطرح ما مشي، سلام بالعالم كله، عيد الميلاد هو عيد السلام، عيد المصالح، عيد المحبة، لأن الله حب شعبه بطريقة خاصة، بعثنا ابنه الوحيد ليعيش بيناتنا. ليعطينا فرصة للسلام، فرصة للمصالح، فرصة للمحبة، فرصة لنعيش حياة كاملة، حياة الأباسي وحياة السلام وحياة المحبة. مع
الله بالعالم منشوف الحروب، منشوف الدمار، منشوف القتل، منشوف البغض، وبنشوف الحقد بالعالم ومجتمعاتنا. فكيف نحن المسيحيين نفهم ولادة يسوع المسيح ومجيء يسوع المسيح بيننا؟ نفهمها بالمحبة. بالمحبة يسوع المسيح قال تتسيطرون وتتغلبون على العالم وعلى الحق من المحبة. فأمنيتي لإلكم اليوم هي هدية محبة الله بقلوبكم ومحبة الله وسلام الله بمجتمعنا وبحياتنا وببلدنا هون بالعالم كله. ميلاد مجيد وسلام للعالم كله. نوقف لنجدد ايماننا بيسوع المسيح. نؤمن بإله واحد. السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الشرائع، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد الله آمين.
Thank you.
يكون أحلى وصغير بيت قصير وبيتي هيب وصوي وتحوي والحاي دلو للمولمين
Thank you.
خلصنا جميع البخل لمن يتناوله واقبل البركة من الله. نعم نسأله سلامة الأسر المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينزل كل واحد منا إلى الله بتهيب مرجوع ويسأل الرحمن. تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Hey!
وبركة أستاذ الجدع الخير والابن والروح
طلب يا رسول الله طلب المسجد.